ماذا قال عبد الله الصبحان عن حكم مباراة الهلال والوحدة؟ ياهو شال في خاطره، ياهو في خاطره كلام كثير وطلع اللي في خاطره. أنت عزيزي المشاهد مع هذا الكلام ومع عبد الله الصبحان في وجهة نظره عن حكم المباراة، أم رأيك مختلف عن رأيه؟ اكتب لي في التعليقات في أسفل الفيديو، نشوف الفيديو ولا تنساني من اللايك والفولو. وحن تابع كورة، أنتم كلكم تابعون كورة، عمركم شفت تحكيم زي كذا؟ 11 دقيقة وقت بدل ضايع، وضربة جزاء في الأشواط الإضافية من الخيال. اللي حاب أقوله بيض الله وجه الوحدة، كثر الله خيركم، كسبتوا احترام الجمهور السعودي والخليجي والعربي، قدمتوا مستوى كبير وكنتم تستحقون اللقب. هذا الحكم لأول مرة في حياته يحتسب 11 دقيقة وقت بدل ضايع. هذا الحكم للأسف، وراح تكون وصمة عار في تاريخ هذا الحكم. الوحدة شكرا لكم، أنتم السبب بعد الله والفضل لله ثم لكم في تأهل نادي النصر بطولة آسيا. شكرا الوحدة، أنا أتمنى الوحدة يفوز وكان يستحق، حللت وكان يستحقون، ولكن قد الله ما شاء فعل، حظ أوفر الوحدة.